نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. فين تتبان فيه؟ اشنو سر هذا الغياب ديالك انت في الساحه؟ السر هو كنبحث عليه الان، ما عرفت علاش. شاركت معه في المكروم، كانت مشاركه مميزه. شاركت معه في الطيابه كذلك، ما عرفت. شاركت معه في البرامج ديال الكاميرا الخفيه مميزه، سكيتشات كذلك، ما عرفتش شي تفهم بها. وزياده اخرى يمكن راه يتقي شر من احسنت اليه. انا دوزت الخير كبير. انا فضل الله، انا اخرجت له عده مسرحيات. انا من كان سبب معرفته بالطيب الصديقي انا، وكذلك خرج معي لاوروبا انا بعض الله، كان مشارك معنا في المسرحيه مع والو جندي. انا من اقترحها وخرج معنا ودورت الجميع. دوستي مع السلسلة ديال الطاكسي في رمضان؟ دوستها وخير في المساعدة أكثر نقول. دوستها مع حسن هموش، وما عرفت علاش يا أخي. يعيش مصطفى الحياة اليومية ديالو. أولا إعادة مشاهدة الأعمال القديمة ديالي، وأستغرب أنني قضيت كل هاد الأعمال كلها قضيتها في الرباط والدار البيضاء. أتألم عندما أرى القيمة التي كانت تعطى إلي. أما تنقضيه يقضيه الناس كلهم. صلاة، انتظار، ولا تذكرني وانتظر من يدق عني يدق علي. لا أحد. بالخصوص عند مشاهدتي للأعمال التي تقدم، مسلسلات وكذا وسكتشات وسيتكومات وديكابسول وكذا، كنشوف ذاك الشيء، كنت أمل أنك تلقى حضوري خاص تما. وعلاش ما كان كيعيطوا عليا؟ ما عرفتش. همشوني المرض وهمشوني التوم. ولك سي مصطفى، واش بقي مصطفى تهتا عنده ما يعطي؟ واش ولا عيطوا لك مثلا شي دور قدرت تمتعنا وتفرجنا؟ مالو ان الممثلين راه ماشي بحال الكويريه. الكويري يمكن يخبس واحد المده من بعد كيعلق صباط ما باقيش سميتو. الممثل بالعكس كثر ما كيعمل وعدو كيكبر السن تيكبر كذلك في المهنه. هذه الملاحظة اللي لقيت وقلتها لبعض الإخوان. هاد الأعمال اللي تقدمت في رمضان ما ينقصها هو الممثلين كبيري السن. ما كاينش اللي كيلعب الأب واللي بيلعب الجد. راه معلوم كيديروا دوك الشباب كيديروا الأحياء وكذا، ولكن ماشي الدقة ديال واحد كبير مزيان. ماشي دقة العربي الضوي الله يرحمه كي كان، عبد الرزاق حاتم كي كان، ماشي دوك الممثلين. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا باخر المستجدات. تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام. نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.